مش يمكن تكوني غلطانة يا هدى؟ لا مش غلطانة، حضرتك شوف بنفسك أهو، كانوا مستخبين في نفس الحتة اللي قابلتهم فيها. أنا متأكدة سليم الأنصاري وادي الراجل اللي هربان معاه، ودي صورهم. ماشي يا ستي، عايزان أعمل إيه دلوقتي؟ تبلغ البوليس طبعا. أبلغ البوليس عن ضيوفي يا هدى؟ ضيوفك؟ ضيوف إيه يا عم صالح؟ دول مجرمين. ضيوف يا هدى، وضيوف مهمين كمان، ده أنا حاسس إن ربنا رماهم في سكتي وألزمني بيهم. معقول اللي حضرتك بتقوله ده؟ وبعدين حد يدين حد من غير ما يسمع دفاعه؟ أنت اتعلمت الافتراء ده فين؟ أنا؟ حضرتك اللي واخد الموضوع بالبساطة دي إزاي؟ لأن الحياة يا بنتي ما تستاهلش أكتر من كده. وبعدين هو أنت فاهمة يعني إن أنا هسكت؟ هتعمل إيه يا شيخ صالح؟ هتشوفي بنفسك دلوقتي. الناس دي طول ما هي إيد واحدة بيتحركوا مع بعض مش هنعرف نعمل معاهم حاجة. لازم نفرقهم عشان نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. بس إزاي؟ أظبط موضوع تايسون اللي مات، أروح لرفاعي برضو مات. يا رب. كده ما فيش قدامنا غير لطفي وحماد ونشأت والزفت اللي اسمه زناتي ده. يا ريتك يا بيه تعرف توقعهم في بعض، خليهم يقتلوا بعض ونخلص منهم. عشان ده يحصل لازم نعرف عنهم كل حاجة. بس إزاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا عم صالح، في حاجة ولا إيه؟ خير يا ابني إن شاء الله. هو حضرتك لسه هتقول له يا ابني؟ ما ينفعش تقول للباشا كده، يزعل. ولا إيه يا سليم بيه؟ أنا ما بقتش عارف أعمل إيه يا ست اللي هو. أنا تعبت. الحكاية توصل لأن صلاح الطوخي يقف قدام واحد ويقول له كلمتين ويبستفه زي أي ضابط صغير بيتشد، تبقى سخيفة. إيه؟ عيل صغير ما عملش الواجب اللي عليه. بص يا ست اللي هو، أنا عملت اللي عليا تجاه سليم كله وساعدته بما فيه الكفاية. الدور بقى عليه هو بقى يساعد نفسه ويساعدني، أو يروح في داهية ويسيبني. أنا مفيش قدامي دلوقتي غير إن أقبض عليه وأجيبه. متهم بقى، بريء، مظلوم، عفريت، جنة، أزرق، المهم أجيبه، بعد كده نبقى نشوف. لا انت ايه رايك يا ست اللي هو؟ ما عنديش حل تاني. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. واحنا بقى مفروض نصدق الفيلم الهندي ده حضرة الظابط؟ طب لما تحب تألف حكاية ألف حاجة تدخل الدماغ. بالراحة شوية يا هدى، مش كده؟ أنا اللي بالراحة يا عم صالح؟ وهو ما كانش بالراحة ليه؟ مسك الولد قعد يضرب فيه لحد ما طلع روحه في إيده. أنا ما ضربتش حد ولا لمست حد. وحد الله يا ابني. لا 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 الله. بص يا عم الشيخ صالح، باين عليك راجل طيب وبركة وبتاع ربنا. كلنا بتوع ربنا يا ابني، ما حدش له حاجة في نفسه. قسما بالله يا عم الشيخ صالح، اللي حكاه لك سليم بيه هو اللي حصل بالظبط. بس احنا هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هي خلاص عكت معانا والظلم حط علينا والدنيا اتعكت معانا، فصدقتنا جزاك الله كل الخير، ما صدقتناش برضه جزاك الله كل الخير. وهي بجملت بقى، احنا خلاص اتعودنا على الظلم، هنتكل على الله نشوف طريقنا. وانت بتحط نفسك معالي في نفس الكف. طب على الأقل انت حكايتك تدخل العقل شويه.
الست هدى اللي انا بقولهولك ده عشان انا عشرت الراجل ده. سليم بيه ده ورقه نضيفه وعمره ما عمل اي حاجه من اللي الظلم فيها دي. هو مش اللي حكوه ده عن الست اللي كانوا عندها لقيتيه موجود على النت؟ اه، بس ده مش معناه ان احنا نصدق. والخبطه اللي كانت في دماغك يا ابراهيم من الخناقه دي برضو؟ لا يا عم صالح، قال اللي ضربته لما شفتك جاي عشان توقف لنا. عبيط. نعم؟ بقول لك عبيط. بقى تضرب زميلك عشان حاجة كده كده كانت هتحصل؟ معلش يا عم الشيخ، أنا مسامحه، ما هو لو ما عملش كده ما كانش حضرتك هتقف لنا. الله، ده أنت طلعت عبيط زيه أنت كمان. يا ابني افهم، أنا ربنا طلعني من بيتي ووداني المشوار ده وأخرني فيه عشان أعدي جنب الحتة اللي انتوا فيها في الزمان والمكان ده واجيبكم معايا هنا. ولو الدنيا كلها حاولت تمنعنا ما كانتش هتقدر. سبحان الله، الحمد لله. يا سليم، انت خبطت زميلك عشان حاجة ربنا كاتبها لك، تبقى عبيط ولا لا؟ قوم يا ابني اتوضى. سليم، قوم اتوضى وبعدين نتكلم. ملك ده شاد، ساعة ما جيت وانت لولي بوزك كده عامل زي اللي غضبانه في بيت ابوه. قرفان يا تامر. فهمت انا ايه كده يعني؟ قرفان من ايه ما تنطق؟ متخانق انا وانجي خناقه بنت 60 كلب. ايه ايه؟ وانتوا ايه يا ابني ما بتفصلوش؟ لا، بس المرة دي أنيال. المرة دي سابت البيت وراحت تقعد عند أمها. وأنا بصراحة مش عارف أعمل إيه. ما أنا بقول لك يا شريط يا مليون، أنت اللي ما بتسمعش الكلام. يا دي احلق لها، ما تبقاش حمار كده. ما بقدرش يا جدع. بحبها وما بقدرش على زعلها. ما بقدرش على زعلها. حط أمك ما أنت نافع. خلاص البس بقى ما تقرفنيش. طبعًا. وأنت هتحس أصلًا. أنت عيل بارد. تشكر يا عم مقبولة منك. اصلوا، تحب انزل معاك يعني اصالحكوا على بعض ولا اعمل ايه انا؟ لا حياة امك، خليك انت بره الحوار المره دي. دي اصلا لا بتطيقك ولا بتطيق سيرتك. ليه ان شاء الله؟ بتغير منك. غير مني؟ هو انت قايل لها ايه بالظبط عن علاقتنا يا؟ يا باجي مفهم. بتغير منك كمني يعني بسيبها وباجي اقعد معاك. معرفش انا ليه مستحمل القرف اللي انا عايشه بسببك ده. مراتي ومش بتطيقك. أبويا ونفسه تخفى من حياتنا أنت وأبوك. معرفش ليه أنا ماسك فيك كده. مع إنك عيل تقرف والواحد أصلاً يقرف إن هو يبص في خلقتك. ماشي يا عم شادي. وديك طلعت الكلمتين اللي محشورين في زورك بقالهم كتير. على الله تكون ارتحت. يا معلم أنا آسف. أنا مش قصدي أزعلك. عارف هذا شادي؟ أنا لو زعلت من الدنيا دي كلها عمري ما بزعل منك. أنت أخويا يالا. بس يعني يا إنجي مراتك دي بصراحة مخاطة، يسي إحنا يتغار منها. والله أنا بقول لها. روق روق. ربنا يخليك ليا يا صاحبي.